أصحابي، إيه رأيكم بقى في البحر؟ يا سلام يا سيمبا، طلع جميل جدا. أيوة فعلا. طيب يلا بقى علشان ننزل البحر. يلا يا زرافة يلا، أنا متحمس جدا. واو على المية، المية جميلة، مش قادر استحمل، المية دخلت جوه عينيا وأنا كمان. يلا يلا نطلع بسرعة من المية. هنعمل ايه دلوقتي يا اصحابي؟ لازم نشتري دلوقتي يا ميمون نظارات على المية علشان نعرف نعوم بيها. يلا طيب يلا نشتري نظارات للسباحة، يلا بينا. لو سمحت يا عمو، عاوزين نظارات للغطس. حاضر حاضر، عندي نظارات هنا جميلة جدا، اختاروا بقى اللي يعجبكم يا حبايبي. هتختاري ايه يا زرافة؟ انا هختار دي. طيب يا حبيبتي، دي تمنها 200 جنيه. اتفضل يا عم الفلوس. طيب يا حبيبتي، وانت يا ميمون هتشتري ايه؟ انا هختار دي يا عمو، وانا بقى هختار دي. اتفضل بقى الفلوس. وانا كمان اتفضل فلوس يا عم. طيب يا حبايبي، اجازه سعيده ان شاء الله. يلا بينا بقى ننزل البحر. يلا بينا، احنا لبسنا النظارات اهو، جاهزين؟ يلا جاهزين. يا سلام على الميه، الميه جميله جدا. واو يا سلام، يا خبر يا خبر يا اصحابي، لازم دلوقتي نروح نشتري المايوهات. صحيح، وانا اقول ناقصنا ايه. يلا بسرعة نجيب مايوهات. يلا المايوهات، تعالوا اشتروا المايوهات الجميلة، مايوهات البحر اللذيذة. لو سمحت يا عمو، انا وميمون وكمان الزرافة عاوزين نشتري مايوهات البحر. طيب يا حبايبي، عندي هنا مايوهات جميلة جدا، مايوه سبايدر مان، وكمان مايوه هالك، وكمان مايوه إلسا وفروزن. يلا تعالوا اشتروا اللي يعجبكم. انا هختار مايوه إلسا. طيب يا حبيبتي، اتفضل يا عم الفلوس. وانا بقى هشتري بقى مايوه سبايدر مان. لا بقى يا سيمبا، انا كنت اللي هشتريه. لا بقى ماليش دعوه، انا اللي هشتريه علشان يبقى مختلف يا ميمون. طيب خلاص، هشتري انا بقى هشتري بقى انا ايه، المايوه بتاع حال. طيب يا حبايبي، مبروك عليكم. اتفضل يا عم الفلوس. وانا كمان يا عمو، اتفضل الفلوس اهي. طيب يا حبايبي، مبروك عليك. يلا بقى انا هلبس مايو، يلا سبايدر مان. ايوه كده بقيت جاهز. انا بقى هروح البس المايو بتاعي، البس مايو هالك. يا سلام جميل عليا، انا هروح البس مايو إلسا. واو المايوهات جميلة جدا يا اصحابي. ايوه صحيح. طيب يلا ننزل بقى البحر، يلا بينا. واو المية جميلة جدا، بالمايو وكمان النضارة. اطلعوا بسرعة بسرعة بسرعة، البحر امواجه عالية جدا. يلا يا خبر، احنا محتاجين كده عوامات علشان البحر امواجه عالية. طيب يلا بسرعة نشتري العوامات. يلا تعالوا اشتروا العوامات الجميلة، عوامات البحر. يلا يلا يا عمو لو سمحت، عاوزين نشتري عوامات. طيب يا حبايبي، عندكم عوامة بالشكل ده، وكمان عوامة الشكل الجميل الظريف ده، وكمان عوامة كمان جميلة اهي. انا هختار العوامة دي. وانا كمان هختار العوامة دي. وانا بقى عاوزة العوامة دي لو سمحت يا عمو. طيب يا حبايبي، مبروكين عليكم. اتفضل بقى يا عم الفلوس. مش شاكر جدا يا حبايبي، سلام، مع السلامة. يلا يلا جهزتوا بالعوامات؟ ايوه يلا بقى ننزل بيها البحر. يلا واو جميلة جدا، يا انا جعانة جدا. يلا بقى علشان نروح ناكل. فعلا يا زرافة عندك حق، انا كمان جعان. يلا بقى نحط الشمسية ونقعد ناكل. يا خبر، احنا ننزل نشتري الشمسية علشان الشمس جامدة جدا. طيب يلا نروح بسرعة نشتري الشمسية. يلا شمسيات البحر الجميلة، تعالوا اشتروا تعالوا اشتروا. لو سمحتوا يا عمو، انا عاوز شمسية للبحر. طيب يا حبايبي، اختار اللي تعجبك. ايوه دي حلوة قوي، مبروك عليك يا حبيبي. يا اصحابي جبت الشمسية اهي. طيب يا سيمبا حطها كده. ايوه يا خبر، احنا نسينا نجيب الاكل. خلاص خلاص هروح اجيبه انا. هتروح انت يا زرافة؟ هتعرفي لوحدك؟ ايوه اكيد يا عمو. عمو انا عاوزة اكل للبحر يكون مناسب كده وسريع وجاهز. طيب يا حبيبتي اتفضلي، اكل جميل ولذيذ او يعجبكم اوي. مشكرة جدا يا عمو، اتفضل الفلوس. شكرا يا حبيبتي، سلام، مع السلامة. الاكل اهو يا اصحابي. يا سلام، انا جعان جدا من كتر السباحة، وانا كمان جعت اوي. طيب يلا بقى علشان ناكل. نم 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 نم.
يا سلام، طعمها لذيذ قوي. الاكله دي اسمها ايه؟ مش عارفه، هو انا قلتها له للمصيف. يا خبر، الشمس عملت لي ياحه في ايدي، وانا كمان. احنا محتاجين كده سان بلوك. طيب هروح انا اشتريه بقى. هتعرف يعني يا ميمون، اكيد هجيب لكم احسن نوع. لو سمحت يا دكتور، انا عاوز سان بلوك علشان احنا في المصيف والشمس عملت لنا واوة في ايدينا. حاضر يا حبيبي، اتفضل. احلى نوع سان بلوك اهو، علشان الشمس بقى ما تحرقكوش. انا جبت الكريم اهو يا اصحابي. برافو عليك يا ميمون، شكرا جدا يا صاحبي. العفو. ياه، الليل خلاص جه، احنا محتاجين دلوقتي خيم علشان ننام فيها. طيب يلا نشتري 3 خيم لنا كلنا. يلا تعالوا اشتروا الخيم، يلا يلا يلا. مين اللي عاوز علشان تناموا قدام البحر؟ لو سمحت يا عم، احنا عاوزين 3. طيب اختاروا بقى اللي تعجبكم. انا هختار دي. وانا كمان هختار دي. وانا بقى هختار دي. يلا بقى نحط الخيم قدام المية. يا سلام، الخيم شكلها جميل جدا. ياه، انا جعت مرة كمان. استنى، انا معايا اكل كتير اهو، في اكل لسه باقي من النهار. يلا بقى ناكله. يلا ناكل. بسم الله الرحمن الرحيم. نم 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 نم. ياه، الجو برد قوي دلوقتي. طبعا، امال ايه، مش احنا قاعدين قدام البحر؟ كان يوم ممتع جدا. دلوقتي بقى هنروح بكره ان شاء الله اول ما النهار يطلع. يلا بقى علشان ننام. تصبحوا على خير وانتوا من اهله. الحمد لله على سلامتك يا سيمبا. الله يسلمك يا ماما. ايه اخبار بقى اليوم قدام البحر؟ كان جميل جدا يا ماما، استمتعت قوي. اشترينا كل الطلبات بنفسنا، وكمان اعتمدنا على نفسنا قوي يا ماما، وكان يوم ممتع قوي. ونزلنا المية، وكمان عملنا الاكل واكلناه كله. برافو عليك يا حبايبي، يا ريت دايما كده تعمل كده انت واصحابك، وتعتمدوا على نفسكم ان شاء الله يا ماما. ايه يا ميمون يا حبيبي، اخبار الرحلة اللي طلعتها مع سيمبا والزرافة كانت عاملة ازاي؟ يا ماما، دي كانت رحلة ممتعة جدا، انا نفسي نعمل كده مرة كمان. خلاص يا حبيبي، ابقى كله مدى كده اعملوها سوا قبل ما الصيف يخلط. المهم تخلوا بالكم من نفسكم، وما تنزلوش البحر كتير لما يكون الموج عالي. يا ماما، لما كان الموج عالي احنا رحنا اشترينا العوامة وساعدتنا جدا. طيب يا حبيبي، وعرفتوا تأكلوا نفسكم؟ طبعا طبعا يا ماما، احنا شاطرين جدا. طيب يا حبيبي، يلا بقى علشان تنام شوية. ايه يا زرافة يا حبيبتي، عملت ايه النهاردة في يومك؟ كان يوم جميل جدا يا ماما، قضينا يوم حلو قوي، وكلنا ساعدنا بعض، وكمان اشترينا العوامات واشترينا مايوهات حلوة قوي. طيب يا حبيبتي، المهم ان انت تكون اتبسطتي جدا يا ماما، ونفسي نروح مرة كمان ان شاء الله. يا حبيبتي، ابقى اروح انت وسيمبا وميمون مرة كمان. المهم تخلوا بالكم على نفسكم ان شاء الله. ان شاء الله يا ماما. يلا بقى علشان تنامي وترتاحي، علشان اكيد معرفتيش تنامي. ايوه يا ماما، مش بعرف انام في مكان جديد.